بالنسبه للجدري قرده هو واحد الوباء اللي سريع انتشار عن طريق التلامس، كيف ما كنعرفوا على انه نحاولوا نديروا جميع سبل الوقايه من هذا الوباء هذا باش ما نعاودوش نطيحوا في نفس المشكل اللي طحنا فيه في كورونا. بلادنا ومغاربه ما كانش عندهم فكره، باقي ما كناش مستعدين لا نفسيا لا طبيا لهذاك باش نتصداو لهذاك الوباء. نتمنى نكونوا تعلمنا من كورونا ونكونوا واجدين باش نتصداو لهذا الجدري القرد هذا. هو سهل اسهل من او اقل خطوره من كورونا. علاش؟ من التلامس، باش نحميو راسنا نحميو من المطارات وننقصوا من التسلم والتعناق بزاف، لانه هو اكثر انتشارا اذا كان عن طريق التلامس. وبالنسبه للقاح حنا مع انه اللقاح مع ما كرهناش يكون لقاح في اقرب وقت كاين باش نعاونوا بلادنا للتصدي لهذا الوباء. يبدو انه منتشر بشكل واسع في البلدان الافريقيه جنوب الصحراء، هذه الاخبار اللي عندي. بدات كتظهر حالات منفردة في بعض المناطق اللي هي بعيدة على أفريقيا، بلدان أوروبا الشمالية أوروبا الغربية، حالات نادرة بدأت كتدخل. بالنسبة للمغرب لم تسجل أي حالة لحدود الساعة، هذا اللي سمعت وهذا شيء مطمئن. يجب تكثيف الحيطة والحذر، وأمنيتي أن الإجراءات في حالة ما إذا استفحى الموضوع وخدا بعد شوية مخيف، أتمنى أنه الإجراءات تكون إجراءات متطابقة مع يعني ما تأثرش على أعمال الناس، الحياة اليومية، السفر، الخروج، الاختلاط وكذا، ما يأثرش أنه ما يكونش بنفس الخطورة نفس الحدة اللي كان عليها اللي كانت عليها الإجراءات اللي فرضت ايام انتشار كوفيد 19. اول حاجه انا ما عنديش فكره على جدري القراده، فاول مره كنسمعوا في الراديو، ما عنديش فكره. كنسمع جدري الماء اللي هو كيجي الانسان اللي هو العادي، داك اللي كيقولوا لي ما شنو طي بحمرون اللي كيتقب يتقب الذات. اما ديال القراده الصراحه عمري سمعته، اول مره غنسمعوا. هو باش المواطن يعرف خص يعني يوعيوا الناس، باش حتى ما عنده فكره تكون عنده فكره والناس توعى، يعني توعيهم تقولها في التلفازه، توعيهم يعني باغ انترنيت بالجرائد بزاف ديال الحوايج، توعيه بالراديو، يعني اي حاجه الناس تعرفها، ماشي حتى يعني بنادم غادي ما عارف راسه من رجلي شنو هاد الجدري القراده. خويا العلي ديرها والله شعور خايب صراحه، الواحد كيتخوف لانه باش عاوتاني بنادم يسد، فهمتي غير داك كورونا باش واحد يتسد عليك، وداك غير ديك التجربه اللي دزنا منها راه يكفي، ديك التجربه راه خوفاتنا صراحه. يعني اللقاح ديال هاد الجدري الا كان في مصلحه يعني الناس يديروه. تيقولوا راه بدا كينتشر عاوتاني، ولكن حنا راه خايفين باش ما يوصلنا شيء، باش ما وصلنا شاي وراه الا وصل راه عاوتاني غادي نقدروا نطيحوا في ديك القضيه اللي دازت علينا ديال كوفيد. ونتمنى والله تبارك وتعالى ما نتواصلش بهذا المرض هذا يوصلنا حنايا بعدا. وهو داك الجدري تيقولوا بانه راه تيدير واحد الحبوب في الدات ديال الانسان جميعا، بحال تيبدا هو بحال النوع ديال سميتو داك الكزيما، من الكزيما تيبقى الانسان تيولي منتشر في الدات كامله. نديرو ضروري باش يحميني من داك المرض.